عجوز أمي وأسعد الله مساها، هنعمل حاجة اسمها ريادة الكارديو. ريادة الكارديو أنا نزلت فيديو عنها يمكن فيديوهين ثلاثة، بس هنعمل تمرين الكارديو. وقبل ما نعمل تمرين الكارديو، الناس اللي بتشوف الفيديو ده تشترك كتير، تعمل لايكات كتير مع التعليقات الحلوة، مع تفعيل الجرس، واللي بيحب القناة يعمل. يلا بينا نعمل تمارين الكارديو. رقم واحد لا اله الا الله، بعدين دام من ضمن التمرينات اخذت بقى على هي الكف، يعني نكب. هذا بعد النظارة هذا هو تمارين الكارديو. تمارين الكارديو بس طب نقطع الحبل، لو في حبل معايا كنت اعمله في الفيديو ده. وعايز اقول تمرين الكارديو هو رقم واحد في حرق الدهون. التمرين الكارديو هو رقم واحد في حرق دهون الجسم وبيحافظ على الصحة. وقد هو الفيديو الكارديو ان انا امشي دايما امشي، وان انا اعمل هرولة، وان انا اعمل قفز زي كده. واذا عجبكم الفيديو اشتركوا كتير واعملوا لايكات كتير مع التعليقات الحلوة، مع تفعيل الجرس. شكرا لكم.